موضوع تصدير العقار ده إجمالي تصدير العقار على مستوى العالم يمثل أكتر من مليار دولار سنويا. كام يا فندم؟ عشان الصوت قطع. 300 مليار دولار سنويا. ده السوق العقاري العالمي. ده بشكل عام سواء عالمي أو حتى خليجي يعني. أو إقليمي يعني هنا. 300 مليار دولار. حصة مصر منهم لا تزيد عن 500 مليون دولار سنويا. رقم ضعيف جدا طبعا. على الرغم ان انت عندك منتجات عقارية تضاهي المنتجات العقارية العالمية. وبالتالي جاء تحرك وزارة الاسكان بتوجيهات من فخامة الرئيس انه لا لازم طالما عندنا المنتج العقاري مميز احنا نستغله في تصديره للدول المجاورة او حتى للمصريين العاملين من الخارج. ايوه. او حتى الراغبين في شراء من الدول الاجنبية او العربية. ايوه فهمت. كان في طبعا تحضيرات من قبل وزاره الاسكان بالتعاون مع البنك المركزي والتعاون مع وزاره الماليه والتعاون مع بعض الجهات الاخرى ل يعني بلوره هذا التعاون في اطار يجمع بين كل اطراف المنظومه الخاصه بالعقار الا وهي الدوله والمطور وثالثا العميل. ايوه. جاء ذلك على يعني اجتماعات مكثفة من القائمين على هذا التعاون يعني حدثت بعض المقابلات بين مسؤول الإسكان ومحافظ البنك المركزي أو مسؤول البنك المركزي وكذلك مسؤول وزارة المالية واتفقوا على إن هم يأسسوا شركة. الشركة دي منوط بيها إن هي تقوم بتصدير العقار المصري ومن خلال منصة إلكترونية رقمية تبث من مصر وبتخاطب كل دول العالم. ايوه. بعد كده وزارة الإسكان لما حطت بالتعاون مع طبعا مع الجهات اللي هي اجتمعت معاها وحطوا الرولز المعينة او الرولز الرئيسية للموضوع بدأوا يخططوا ان هم الطرف الاصيل والطرف الرئيسي في منظومة العقار عموما في مصر الا وهما شركات التطوير العقاري او شركات القطاع العقاري. طبعا. يوم 18/1 كان المفروض ان هو في اجتماع رئيسي بين قطاع التطوير العقاري سواء شعبة الاستثمار العقاري او شعبة التطوير العقاري او غرفة التطوير العقاري او جامعة رجال الاعمال مع مسؤول وزارة الإسكان ومسؤول وزارة المالية وممثلين من البنك المركزي. إلا إن الاجتماع ده تم تأجيله لأسبوع لارتباط بعض الحاضرين يعني ارتباطات معينة. ده اللي هو عقد الأسبوع اللي فات بقى. بعد كده بعد ما تم تأجيله تم عقده الأسبوع الماضي. وكان موجود فيه طبعا ممثلين عن شركات التطوير العقاري. ايوه. وممثلين من وزاره الاسكان. كان على راسهم طبعا الدكتور وليد عباس نائب وزير الاسكان والمشرف على المكتب بتاعه والدكتور طبعا عبد الخالق ابراهيم تمام مساعد وزير الاسكان للشؤون الفنيه. وكان فيه طبعا مستر شكري وكان في المهندس فتحي الله فوزي كان في بعض استاذ وليد يعني اللي هم بيتكلموا باسم شركات التطوير مطورين عقار. انا بس عايز اسال حضرتك على نقطه مهمه اثناء عقد هذا الاجتماع، هل اثيرت من وجهه نظر برضه حضرتك قول لي يعني دي مدى. انا النهارده لو مصري عايش في الخارج سواء في دول امريكا استراليا او في اوروبا او في دول عربيه او اجنبي عايز اشتري في مصر، ايه اللي هيخليني اجي اشتري في مصر؟ انا بقى بتكلم النهارده او يعني انا بتكلم بصيغه اللي عايش بره، ايه المغريات اللي هياخدها عشان يجي ياخد وحده في مصر؟ اتفضل يا فندم. بالنسبه لحضرتك انت بتقول لي على العميل اللي جاي من بره ايه المزايا اللي هياخدها؟ المزايا في السوق المصري. هقول لحضرتك بالنسبه للمزايا اللي هم حطوها او المقترحات اللي هم اتحطت بالنسبه للناس اللي هتشتري من بره ان هو يقدر يسترد اكتر من 80% من قيمه الوحده على 10 سنين او بعد 10 سنين. يعني حضرتك دلوقتي انا لو عميل جاي من بره مصر عايز اشتري في مصر هشتري وحده عقاريه مثلا وليكن بمليون دولار. هدفع ثمن الوحده كاش دلوقتي مليون دولار هدفعها دلوقتي ويحق ليا ان انا اخد 80% اي 800 مليون دولار
اخدها بعد 10 سنين من تاريخ التعاقد. تمام، وده يعتبر مكسب للقطاع العقاري جنب ما المكسب اللي بحققه في الناحيه الدولاريه؟ هو يعمل نشاط اكتر يعني؟ لا، ما انا بقول لحضرتك ده بيعمل مزايا لثلاث اطراف. الدوله هتكتسب من خلال دولار، ضخ الدولار في الطرق الشرعيه والطرق الرسميه. تمام، في نفس التوقيت المطور بيبيع وحدته، وبالتالي سرعه دوران راس المال للمشروع بتكون اسرع واعلى. ثالثا، العميل هو ضخ استثماراته في الوحده ديت، هيبقى في عائد مردود استثماري. طبعا رائع، مردود استثماري قصير المدى وطويل المدى. ايوه فهمت. لو حسب حضرتك، لو هو حسب ان هو يدفع مثلا مليون دولار بعد 10 سنين هياخد 800,000 دولار منهم، يعني تقريبا لو انت حسبت التوتال بتاع سعر الوحده اللي هياخدها ب 200,000 دولار. فهو بالنسبه له خد وحده واستثمر، وفي نفس الوقت برضه الدوله حلت مشكله والقطاع العقاري اشتغل. بالظبط كده، يعني هي المنظومه متكامله بين دوله ومطور وعميل. وهقول لحضرتك كمان ان هم المنصه الالكترونيه ديت ان شاء الله هيتم اتاحه كل المشروعات القابله للتصدير الوحدات العقاريه الجاهزه اللي تحت الانشاء. يعني حضرتك اي مطور دلوقتي او اي شركه استثمار عقاري او حتى مشروعات الدوله اللي هي جاهزه وقابله للاعاشه، يعني قابله للاقامه، هي الوحيده اللي هيتم تصديرها خارج مصر مش على الماستر بلان. ايوه كل شركه دلوقتي عندها بعض وحدات اللي هي زي ما بيقولوا كده ريد سمو، يعني وحدات جاهزه للاستلام. فبالتالي من خلال المنصه الالكترونيه اللي هيتم تدشينها هتشارك الشركات العقاريه بتلك بهذه الوحدات، وبالتالي هيتم تصديرها خارج مصر، وتتولى الشركه ديت التنسيق بين العميل وبين شركات التطوير العقاري، وان هم يدفعوا الفلوس في الطرق الرسميه التابعه للبنك المركزي. تمام يا استاذ اشرف. تفتكر سؤال اخير لحضرتك، وجود بورصه عقاريه في مصر، فكره انشاء البورصه العقاريه في هذا التوقيت لها يعني ايجابيات قويه وتنعش سوق العقار داخليا وخارجيا؟ بص حضرتك، البورصه العقاريه طبعا ضروريه جدا، ولكن قبل ما نطلع بورصه عقاريه لازم نحل المشكلات اللي بتواجه او التحديات اللي بتواجه البورصه نفسها. اللي هي ايه؟ اي منتج علشان انت تحدد له سعر او تحط له ليميت لسعر معين لازم يكون قابل للتسجيل اولا. ايوه، من عند الوحدات لازم تكون قابله للتسجيل. طبعا. طب قابله للتسجيل، طب الاجراءات بتاعه التسجيل ايه؟ صح، للقصه. يبقى انا لازم احل كل، طبعا انا عندي كل الوحدات العقاريه اللي موجوده في مصر القابله للتسجيل او المسجله لا تتجاوز ال 2% من اجمالي الثروه العقاريه الموجوده في مصر. انا محتاج تشريع أنا كمان يساعد على سهوله وسرعه التسجيل بدون معوقات. ده حاجة. الحاجة الثانية، لما أنا بورصة عقارية للوحدات العقارية الموجودة المسجلة عندي، أنا أقدر كمالك وحدة أخد على تمويل. أيوة فندم. فبالتالي أنت لما يقدر تبقى ترفعها البورصة بتورقها أو بتضرب عليها أو تفتح مجالات استثمار أخرى. تمام يا أستاذ أشرف. نظام تمويل. صحيح يا أستاذ. لكن طالما الوحدة مش مسجلة أنا أيوة طبعا مش هيقدر يستفيد بأي حاجة تمويل ولا قروض ولا أي حاجة. تمام، أنا كجهة تمويل نفسي مش هديك. صحيح، الضمانة اللي أنا هديك عليها لا استفيد بيها.